فرناون من الله ان شاء الله ننتظر نوسن لهنا دلمان مرحبا تالي جنوان سغتف مدن سجينا سمشان لجروان غديما طرون مقرانة نمتر اغنيو اشتفا وتوسان ضيضا اتوتنا غير برشن عزيزن مقرانين مزانين رجازن تيزنان مكراس انجلاس لمن يوش تنمرين صفوم ان شاء الله نملاقا يدوم ديون تقيمي طنبرشت عزيزن الا ان شاء الله قارنا ملاقا ندموا ان شاء الله ديك التفا وديك تلويد ديك تمرت ان شاء الله اتنملاقا ايدوم دي تقيمت مرحبا الى تيفا وديما سيمو سناون دين عزامن دوماوني غنتسند اتش اس بي تيتلتو تقيمتنا ان شاء الله تيفا وسمنا وين يجيون دين برش تقيمت تم زورت هذه ليدنا المدير المدرسه الدار السلام من القران دي تما الحميس تم الغيغ تتزايري وتنغ مصطفى بن نور الدين بلغني السول في الدور دالت المدارس القرانيه يغربازن القران اسولغن القيم تيفا وتتروان ان برش نين المدن ماشي لا ان شاء الله سنين ان شاء الله تيفا وتم دور تنسن انسول في الضروره نسلمد القراني طروان غين المدن يمقران دي مزانن بورخت بورخساتين تقيمت فايت سنت انزواغ الوغلان من ينسول فمنا وتيفاس كيويني لاندرانت اغلان سيست فاسكا من عزام الامام الجزائري المصلح الجزائري الامام الشيخ بيوذ ابراهيم بن عمر ماني سلمند طبعت نفيد مراون طبع العاشره اللي تسجلت عشيرتنا تعلاهم سمعوا مع عشيرتنا بنور اغنسولن فوسان ادلسان نيور وسان غيور نيضاني لغتول تظاهره ثقافيه مانيه دي لي شخصيه نسقاسو دين الشيخ سعيد بن عبد الله الشيخ رحمن اجن سيزمولن نغر من قرارن دي جنسين عزامن دي مجاهدن إلى نجين دي قندور دمقران أنسيو الفاون تظاهرتو ماني دخان سيول في تظاهرت نسقامو على النمكراس نغ المجلس الأعلى للشباب إلى يجوك تظاهرت أغلان الفضاءات الشبابية مدو تن غامين شقبقب إلى دي لي إدن إن شاء الله هغنيوش توزيش دين دهن نوني خدامنا نشمر تقيميت تودل معي وتنغ محمد أبي إسماعيل دي لي أني جيوسي قنسو المون نرابطتنا الولاية نتغرديتنا الفولي بول نغكرة الطائرة دين دي وتنغ أمسن يوتنغ لمسن أغني سيول وجار فون تظاهرتو دوان ندران أغلان دين غنرق إن شاء الله دي تقيميت وسو قيمة إدنا يمزور قارن شاردي شراء فول سفجانا ما انتدو اللي دودم إبهان إن شاء الله لك أنا غنملاقا معود مون إبهان دي يوم تقيمي تنبارش إن شاء الله دي لي إن شاء الله أسان دي مبارشن دي زعيمن قاعي وسي إلا يدنا دي تقيميتنا مرحبا تاني مرتم قرانتي وسي لي تبعان غديما ربا دي شتان مردجو ما يتما يسما إجاوم ديما غرن غيجان غديما غروم تقيميتنا مرحبا ديما دا ترزمي مسناون دين عزامن دا أيلون ملاحظات نوم الانتقادات نوم السجوم السجن إن شاء الله نرني تسير غلسات السجوم السجن تقيميتنا غدت نوبان الترني التمدا دي تقيمي تام زوارت ان شاشه نرحب ديك نسي مزنتاون دين عزامن دين ديواتنغ بلا يواتنغ بلا مصطفى بن نور الدين ام سي جورن المدير مدرسه الدار سلام القرانيه داني تم غير الجزائر ايوا مصطفى سلام ني وش دام برشا نرحب بك تقيمي مرحبا تنمرت ايوا محمد شلون ملاقا تقيمي تبان ربا شحفظ ربا شحفظ ايوا مصطفى ربا شي سمر ان شاء الله ما تشكي دختي كن سود ما وانت قيمت نتعزبت نغر من تميشت ربا دي قبل ان شاء الله يعافر من جيت سيد نتشم دون نسول غدو سلمد من القران دو كون سند وجبه في كتل مدرستي لان تنبرشت ان شاء الله عندي مدرسه دار السلام القرانيه ممكن قبل ما غنسول في الموضوع ديما وتتي لكان تدر سكوس جديد نغني نمازيغن إلا إن شاء الله هذا سقوس الخير لهنا دلامان بصح أنت تيدي ما يتمتنا غدي غزة دي فلسطين إلا كان غنستر سوشام قران إلا إن شاء الله أتني نصرفوا ربراب أصوفي ممكن بتداولتش فانتلوفت
الا ان شاء الله هذه القضيه مسلمن ايولون الا كان غستوتر نغز دعان سيخسان دي زوران ربي ان شاء الله يشمر غفسنا والعدوان دونتر يا ربي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جد يعني شكري يوك محمد ربي يحفظ فهم قيمتو. طبعا يعني لشق نحد دي مسلم ونتمرتو ماشي لا ماشي عادي لسس ماشي تعاد لونس ويعني وليت عيدي ربما ولس يعني يعني تهاتا الا غادي يشم ربي في تمرتنا غزة يتمتنا في فلسطين. طبعا يعني ديك نشرا الا ديس الا ثالث الحرمين مشينا اول قبلتين وثالث الحرمين كمل كذلك ان الا يتمتنا مسلمن وطبعا مشينا من لم يهتم لامر المسلمين فليس منهم. ربما ان شاء الله غادي يشم رغفس ان شاء الله يا ربي. امين يهدينا كاع ان شاء الله اللي كان غنبت معاس ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظ ايوا مصطفى. ممكن اسست ان امزوار الا كان غتنوش سر محمد صلى الله عليه وسلم يوجد في القران علموا اولادكم القران فانه اول ما ينبغي ان يتعلم من علم الله هو. يعني الحمد لله ربي قبل لكان ديك الدوله تي مسلم تيك الدوله اللي ترقب القران تدمد العمود الفقري باش الا كان غنبسيس الاخلاق نبسيس القيم نبسيس تغرماد لحضارتنا انت تيفوتنا دنيتنا دخلتنا. ممكن الواجب عفنا إذا كان غنسلمد القرآن يترون صيم زي نسيت لاليت جميل ربي يحفظ. طبعا أول نويش مقرن يعني أدليس السيلة طبعا مشينا مشيت نيدا مشينا سرنا دام زوار نمشيون إلى نتسلمدن يترون ديك نشرا أول شيء يعني يعني ولي مكن طبعا مرة نتبع اكتسيات نجلس المشايخ اكتسيات سيل انعزاما كذلك طروان غلان وفيني ما سنس نتسمى شنو بغى يعني واذكياء على ذلك ان في كل هؤلاء لغرسن لابد التفد يعزم القران اشيني يعزم في الكتاب ما يعزم ماشي توم بكري يعني ديك الشهر لابد لك تنسن انه لا يتفي يتف الهويه يتف المسيره يتف يعني اسرسين طروان غبريد يعني ابريد طبعا ميمي طبعا لانه القران دستورنا لدي سنين دوال دي سنين تريقليلس دي سنين تريقل الخلاق دي سنين تريقل العزم كل يعني ديك تخزنت إلا لابد كاع ترون أمشي لنا نلزم دلزم اللي كان راس نستعزم هذا القرآن كذلك أمشي لنا يعني علموا طبعا لدي سنين لنا تحفظ وهو كذلك ديك الشرى مهم جدا ديك الشرى لازم تنعزم ماشي لا يوطد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك تنستعزم أني لنا ماسس وهو الأساس أني لن يسد في هذا يعني ماسنا نودليس أو القرآن أتنسلم يترون ربي يحفظ المصطفى ربي غادي ان شاء الله نبدا في القران اني فوز القران المغدي ابريد غدي الناس القران الى الدول نوش نقران يعني دليل اني سفرح ول سغلنا في الاولياء نغمريون الا تجنتي تي طروان سنرقمن يعني صلاح نسن وعزام نسن انت السبب دابريد الاستقامه نسن معاون التاويلات الا كانت تدر ديوني مار تاويلات لا تكنولوجي العولمه لا ضوا غربي الا انت تفضل تمر تبدا تولي كنحسن طروان نص القران سكت الحصانه تربيه اخلاقيه تربويه ثقافيه سدين نسنس الاخلاق نسنس القران نسن هذه يمكن ممكن غادي يعرك غفسن وبريد يعرك تنود ليه ماشي قارن بات تداول شي الوالدين الا ممكن زديغ واللي نستاوين طروان سنا والمدارس القرانيه الا رقمت انت ممكن نتنافس انت المدارس الرسميه نقص عرك انت دير في عزام الرسمي ممكن انت ديك وبريد حد يرني شي حد ديك علاقه تكامليه ما تغنيني ربي يحفظ. اول شيء بعثك الصحه يا محمد انت الحق اول في القران نغهامي او الاولياء واللي انت تراس المدارس القرانيه نغ ربما تعزم لك يقولوا سكوسيتي تسيقولوا سكوس الى غير ذلك اول قبل ذلك اهميه انت تراس المدارس القرانيه طبعا يسبق اول كان نسيو لانه ضد لي سنو شنو نقران مصحاني لاني يلزمك نسن لازم بلا موني انه لنديس امور اخرى يعني يعني في هذه المدارس القرانيه لنتريقي نترونا شرم زوار مشيت نيد يعني ربي يحفظ الهمز علو كيما رودي ترونا اللي كان نتعشى كيما انه ترونا صغد ربما لان ما سنت دارت كانت تقدر غفصن خلي بتا فغن العتبه انت دارت زوان الى يعني البعض يعني المدارس القرانيه يعني المدارس الرسميه انا ديك الشهر اللي كانت تقص الاخلاق نسن الشرم زوارين الاخلاق نقول المدارس القرانيه تريقي الخلق نطرونا تريقي نيلان ربما يعني تسكوتور ترني
تعاون الأول الولي تدارت محمد بابا نتجاهد نطعفر أدسن كذلك في المدرسة القرآنية أدسن ينعزام من دوسي لكل جور يسجرا في هذه المدارس سبعنا دي بد معسن شرفيتن كذلك أن دس حفظ القرآن اللي كان سيوسيس كذلك أن يلان يتعلق ب يعني إلسن القرآن إلسن يعني اللغة العربية كذلك إلان دي ببهاء تنسن الحمد لله نشين بما تمزاب غرنا قنت ميوزاني يعني في عزاء يعني 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 اللغه العربيه كذلك مسحنا في كذلك كل وسيله يسسي توريغل في اللغه العربيه اتنا في كل عزف مدارس قرانيه اما شيلا اما شيدي عادل سس كذلك شرفيت يعني فيتوكوز اين نشين ربما لغسيك انت ميوز كذلك مدارس قرانيه انه عند قضيه الهويه كذلك يعني الهويه غنغ الهويه يعني سواء يعني الجزائر الهويه يعني سماني ديوسو دومزاب نغدا د قبيلي نغدا الشاوي نغدا الا كذلك كل هذه المدارس القرآنية التعاون في هذا الشيء لذلك يعني الاولياء الا ولي ترونسن ربما لون فيه من هذه الاهداف ربما السن يعني باللي المدارس القرانيه تلطوض ثم الحمد لله في المسيره وكذلك ربما يعني يشاطرني يغلب ينعزم من وسيله سبقي في الميدان الى انه التميز يغلب ثرونا كان بسبب مدرسه قرانيه غرنا امثله يغلب يعني ربما لا تعد حقيقه كانت نتنلس داني ربما نبي الوقت يغلب الى انه يتوضيق نشرى سبحان الله يتفد مدرسه قرانيه يعني يعني القراني ينتجس يعني ابريد ثم يعني ف يعني يبهى انه تنسرز الاولويات فقط خاطر شغاد عاد تنسرز في تشار في توكازي خلاص ليك حز صعبة جيت انت دم زوار اكيد انه النجم اللي كان يعني اساس استفهم يا نطفلي يا انتجوت الى انه يعني لا تم دورتش بلا القران بلا عزم القران خاطي تم دورت ربي يحفظ يوم مصطفى ان شاء الله تم دورت القران منهج حياه مش غني نيس غني بيض ليس نوشام قران نعزمت نفهمت نطبقت تم دورتنا ان شاء الله ان في تونزان في سعاده عندي مديمه ايوه مصطفى لك الله يبارك لي جبيد فغرباز دار السلام لك انا رقب منا وتصاوري لان شنا طروانا صور نسني بهان شاشيت شبرت دولا ونسني من الله ان شاء الله الا نفاونس القران دقن الخير دام قران الا كان غاتنا في كاع وسيله كوتور والمدارس تمرت نتزاير ربي يقبل غفسي عافي الرز الا نتكلم الا غادي السود اول نو شام قراني لا درزن الخير اتياف ان شاء الله الدنيا تزرع خلتس يبها ماشي الا كان غنا يعني والمدارس القرانيه ما شاتني غديك دعمت ديك ترسلت ديك نوا مود الا غادي نكلديس القيم تيمبرشن ماشي الاعتزاز بالهويه الانتماء الوطني الاعتزاز الاسلام نسند الدين نسند الاخلاق نسند باش غنتسوف غي كلمي الدن الا نغرسن القيم تيمبرشن عند المراجع العلماء ماشي التغنات بكري امزوارنا ان شاء الله نيجور بريد يا رب ان شاء الله الحق مشيت نداني ربي يحفظ في المدرسه تقريبا كانت 40 تور وكل من من الاهداف نغ يعني ربما ودي قش هذا جديد يعني زعما اكد اصلا نقطه ودي قش هذا جديد كان يوتيت المدرسه القرانيه يعني منذ يعني زمن حتى انه الفتره الان يعني الجزائر يعني تستعمر يعني توغ الوقت اللي الشقيش راه يحافظ الاسلام يحافظ سلس اللغه العربيه وغير ذلك ان هذه المدارس القرانيه كمل كذلك ربما من يعني من خلال يعني او تصور يعني يعني لانت جورنت يعني يتشرى بلا الحكم القران علموا طبعا لدي ساني لان علوم شرعيه يتسن دين يتسن فقه يتسن زلطس يتسن زوميس عندني ربما يجورن طور يعني ديس البعض مراجعه الصلاه تزلط تزومي كذلك البعض من برامج مؤطره ممكن هذا نادي فغادي راه واحد اسمع عنده تشانس كشرى فاسنتوج برنامج برامج لا صفيه يعني لا صفيه لا صفيه يتعدى كذلك تكمله كذلك وني لا يعزم ديال المدرسه اللي يتبي يعني اللي يعزم المدرسه اللي فالو صغار اتركب اما سيكت الرحلات ناسيك النشاط دانيلا كل هذه الأنشطة يعني ثلاثة صوب ثلاثة تتف في يعني جو في يعني لن ربما يعني يحقق أهداف المدرسة القرآنية باش يحفظ إن شاء الله تنمير تا يوم مصطفى لك أنا نسل لك أنا نسد في الامتحانات المدارس القرآنية الامتحانات الفصل أم زوار يعني بتدول شي الوالدين مريون إلا إن شاء الله هذا اهتمن يعني هذا اهتمن سل الوالدين تهمس طروانسن أما نشي لا الاهتمام في المدارس الرسمية الشهادات أكيد يعني انت دتي إلاقي لك أنا غنوش أدم زعيم الوالدين هذا رفق طروانسن دول امتحاناته والاستهزين والقرن للمدرسة القرآنية وبركة يعني زمادي عاد أشوشنيك القيمة دي قنوة زلدام قران
قران باش هذه عاد مدنس خاطر ما نمشينا نطرو مدارس قرانيه دعامت المدارس الرسميه ماشي تنوبه غادي وسي قاعدين ينجح في الشهادات في البكالوريا في الدكتوراه توفق شي ممكن بلا باز الاساس الاصل بيغتاو المدارس داو نغرب اصلا ربي يحفظ بارك الله فيك. طبعا في الاني الدقاني لاني اخص الامتحانات طبعا انت يعني اولا زوار ربما لك غتشغلي الاولياء سنين غربوني يحفظ ربوني يعاون بوني قدر حقيقه لانه لا يعني تقريب صانيني شارد الامتحانات اللي كل كمل السن مدرسه قرانيه يعني خمسه يسوديو سكواس يعني دي كنوا عافر دز عليك ربطني قدر يعاونك ان شاء الله. بصح ديك سيكت سي يعني سيكت طرفت ضدت انه مشيت نيد انه توجد ديك الشرا طرف حاجه يلزم ان سترون اعزم الحمد لله جونك فطرت في القران ديالي ان نرقب مني لا نظن يعني دخلت مشيت نيد دعمت لانه يقول ميسيون انت فيت ساعه ساعه ترون تكتشف المشقه في المدرسه في المدرسه القرانيه السبب الا يتصح ينشر في المدرسه الرسميه ينشر نيلس ينشر ربما الى يعني فمن يتعدموني في الامتحانات ان شاء الله يعني نتمنى الى يعني الاولياء يعطيهم الصحه اسوشن يعني كنت مشيت نيدي كنواز لدازعلو لهذه الامتحانات ان شاء الله. تخو ديك تشوما لنتزعلوك يعني باش والخلع الاولياء والخلع عند خطرون يعني ديك نشرى انا تعزمن فقط ان شاء الله هذه جوج ان شاء الله بدخي يعني الوقت ربما متباعده الى غير ذلك ان شاء الله ربط نقدر ربما بتيت تكمل يعني نشرى انه يعني حتى انه مشيت نيد الاولياء لانه نيس عزام طرونسن غادي يمكن حتى في الامتحانات ساعة ساعة ربما ماشي نول ديوسي ولي في مانس الى اخره نغ وتنجم غندير المدرسة ماشي تنيد لازم نسن انه لا ندفر هذه المدارس يعني يجي نخدم دزعلوك يعني لا يعني بات الثلث العاصمة الثلث غير اسم مؤسسة الاستقامة داني في العاصمة فيعني وكل المدارس يعني الله يبارك المجهودات تزعلك يعني حقيقة اني لاند دريال اني لاند ربما دخدم اني لاند المجهودات يبها انه هذه المجهودات تنقابل شي كنو عافر الوالدين اللي كنو عافر فقط برك يعني اني لي تطلب سي الوالدين حماك اود من مش فقط المدرسه ماك باذن الله تعالى الا وسيدني ان شاء الله هذه جور معاسي ان شاء الله يبد معاس بحول الله تعالى ان شاء الله مش نقار يعني شو عند الصبح يحمد القوم السرى يعني صعد ان شاء الله بعد وسام ادنفق باللي نعم الحمد لله انه ديني الوالدين الحمد لله الجغم منك في المدرسه الحمد لله كذلك الجغي لك ولا التعزم القران ربي يحفظ ان شاء الله هاول ويعوض غير الوالدين ديك تكرر ان شاء الله يمري وعند الوالدين الا ان شاء الله تفاهمنا والمدارس ديك قر الخير يسد سن السيفه وطروانس ناس ديرني دي الشخصيه تنسن ديال الهويه تنسن بعزام نسن ماشي تنيد يعني الذي سجل مجهود دام قران الذي سجل عافر دام قران ايت لي المحسنين مدي الله نسب لنا ايت لي نسن لوقات نسن تزمر نسن صح نسن باش يلاو المدارس القران هذه فاون تامورت نتزاير تنبارش ربي يقبل ان شاء الله كاع واسي يشوف كن ودري من غير يسب الوقت نغسل الجهد وعفرس وخدامس ولا في ولا زعيم يعني اديرني دي مدا وسيله الجره والاطار وانت يعني المنهاج اللي تستعزم دي المنهاج الاستقامه اللي قلنا خدام الا دمقران الا نخدم انت اخصائيين منا ويسلم دن دين عزاما ممكن عقل دار نصن وشي الوقت نصن نسيب نصرح نصن ديارنا غادي سوق حسن باش نرقب او المنهاج التربوي منهاج الاستقامه ممكن بالتداول شوف المنهاج الا يترافق طروان سندي منا والمواد الفقهيه الشرعيه التاريخيه شخصيه نسن ماشي ان شاء الله هاني الكلديسني كتل قيام تيم بارشين ماشي اخصائيين دكاتره اساتذه الى نوجد او نخدمهم برش. جميل يعطيك الصحه حق منهاج ربما يشد ديك التتويجه ماشي نقاري المسيره هذه المدارس القرانيه باش استشي النوع من الاحترافيه تمشي نقاري يعني وتعدي فقط ماشي توقع ساعه ساعه قال نديد المدرسه قشره في التوش لها الجانب الاحترافي لانه الا قشره يسمى ناس منهاج ديس قشره يسمى ناس مقرر او الكتب الا ندعز من سيسترونا كذلك توسرسن دل من داد يعني مشيت نيد شرف نغفصن دكاتره وكانت هناك دورات وحقيقه ديك عمل ربما ينافس يعني البعض من الاعمال اللي نتوجن في المقررات وفي المناهج يعني سواء داني في الجزائر خارج الجزائر فيعني او هذه المقررات توجن في الحساب نوعزا يعني نسعزم لطرونا سواء نغلان النغب في الجزائر نظرا الى والشيء الثاني توجد في المذهب النغب المذهب كذلك الاباضي والشيء الثالث وهو كذلك الترى عادي يغل من مسيون ان يتعلق الحجم الساعي ان يتعلق المستوى طروان ان يتعلق الهويه وكل بسنو طرعا في هذه يعني في هذه المقررات وهذه المناهج ان دنيا نكمل نشجعوا جار
ساعات خاصة من لا نحد بلا ربما إلا يتكلب سون المناهج يساغي ربما يتعاد في معه في الصالونات الدولية الوطنية للكتاب أن في ديس هذه الكتب ربما تكلب نفسا حدودا فذلك تدلت الى انه يعني يعني هذا المقرر لغسق الوزن فيبها يعني يعني او الخيروت نضيع فقط ان الحافظ غفص ربما كم لقشره حتى يتسمح لي محمد كذلك ربما دقن وشجع يتماك يعني الاولياء وكذلك يستماك الامهات وكذلك في قضيتنا انه يعني ان في غلب الدراسات ربما طلع بعض الدراسات مثلا في قضيه اهميه المدارس القرانيه سيتفكرت كارديمون المقررات فأن فنو وفين المدارس القرآنية دي كان سبب للعلاج يغلب الإشكالات من بين يعني أهم الإشكالات اللي كانت تلاسي سنو سنة صعوبة التعلم مثلا يتعلق باللغة يتعلق بالتركيز يتعلق بالذكاء يتعلق كل النف أنه يعني هذه الدراسات ربما طلع بعض السن وفين باللي تقريب أجان 90% من هذه الحالات وكل سبب أنه نجاعتهم أنه يترق للسنسن أنه يعني تخطوا هذه الإشكالية عند المدرسة القرآنية وخاصة القرى خاصة سبحان الله أني لا نسي ولا ننعزى من في القرآن الكريم ودعزم القرآن بقواعد التلاوة كذلك أنه رجل إلى وسي حتى غرس تأتأت زوايا سيلوسي يغب يعني نوع المراد يعني في اللغة زوان فيعني يقلنا الخير أنوني أكيد مدن القرآن انتد بود نشورة مش نقار فأكيد يعني بربي إن شاء الله الذي سيقى الخير ديني فإبهاء ونتتيون الخير ونسكدعون الخير جاري فسنا رب شي حمد يوم مصطفى ان شاء الله من تشتني درس القران الا كان غنكون قن الجلد مقران الطروان الا كان قبلنا وتصور المنوي المشاريع لا صيف لا صفيه يعني رياضات نشاط ثقافي وتتدخ يعني تصدر مولات فاس كان هنا راس كاسو سني جي من تستماد تسات مروين دو كازن 1974 يبها الا كان غنكلت ما قلت نغض الهويتنا ينار الا يتوربت يغلب سي مازيغن ستمورت نسنس تكرس نسنس الهويت نسنس العصر نسن باش الا كان غنخدم طامور نسن العلاقتنا مع تكرست مع تمرت نفرح سي تكرست النغي الفلاحت النغي ميدن النا اما غير غلا النغي ولي جارس نترسل ترسل جميلين تيرست ترسل نغرم دا داستان غدي ستوان يعني ممكن ان تسول ما تشي تضرى الاحتفاليه تي نارس كاسو دي غرباز دار سلام نقول ربا شحفظ انت تدراس نمشان تقريبا يعني كل شقوس اللي كانت تجمعوني ديس شرم زوار اين دقنو بدي يعني ترون تمس وقفات في يعني كل معلم مس القسم شنوش بتد يعني دون مناسبته يعني مناسبه نينار خاصه نشين يعني غير من نغلان الا نتعدى السنين سته دي جانفي دي كل شقوس يعني ايدن سبعه توني تشفى ما سندبت مع ناس يعني لاند توجنز المعارف هامي توجن المعارف هامي تعزم ديسين القران الى غير ذلك وكل يعني ديقلنا ديقل الخير الحمد لله جينا خصيد مصورنا زمان كمل ديس فعندني دران في الاقسام اللي جورنا ونسان ان شاء الله سمعتو كذلك ادراكنا المعرض يعني بطن تحفظ يعني طالبات المدرسه سجلت ديقل المعرض يبها يعني تجلس كاع نيلان يعني التقاليد النغوغلان ديس تونس ولادي غرمان يعني تقريب يعني كولا غرم تجلس قنشرة يعني لان طروان نغداني ربما لان العاصمه لان بعد شغلان ونسمع بطني تصراوت ويغلب يسوت نيسين اولادي سمس ممكن وتيسين فهذيك الفرصه توجهوا يتسجلوا المعرض يعني الحمد لله اللي جرى هذه قداس الخميس بحول الله تعالى فيعني يعني يعني نحاول انه من هذه من خلال هذه المعارض وهذه كذلك مش نغل الوقفات الا كان نسجل ان نقنطر ونق ديال هويه نسن طبعا مشينا يعني امه جهلت ماضيها أمة لا مستقبل لها فإبها ترون صارت نقند الهوية نقند أني جانغ الحمد لله نغني جو يعني أتمزاب الحمد لله لن يعني يوضن السوضن والحمد لله ربنا يحفظ يوضن السوضن نتي غير سنة إبها إلا كان غندول لغل تغرمان سن دول لغلي زوران دول لغل غل هوية نغا مغر قرن إزمنيا دي مزوار لول تامورتو سيد الفن والسن ونتوزع كل دنيسو سيقنو مشان سستني زمولن سستني غرمان نتنين شلسن تيد توغلان إبها إلا كان غنسو لغا القيم الحضاريه ان يعني ديك الاحتفال الحضاري تراثي ارث حضاري لكن غتني كل يترون بالخصوص مديت العوايد نسن المود نسن الا نفض كاع زور الدين يعني وجي لي قنو بريد الا ان شاء الله اسنرني تسليت نسنرني ان شاء الله تم دورت نسن ديك الخير يبها نيش تن ميرتي مدرس دار السلام القراني الا ندي الله يبارك لي نطور وجار 600 تلميذ وتلميذ الله يبارك اللهم صل على النبي ربي يبارك كاع لي ان شاء الله يوفقتن ينجحتنا ايوا مصطفى شنو جديمه مع المرافقة
قان يترافقن المدارس التربويه اللي كتسي المنظمات الا ان شاء الله كوتور تروان نستشارت ندير جازن دينار تندور تنسن دين كشفاتي مسلم تزاريت او نرقب او روبورتاج كشفاتي مسلم تزاريت معي وطن غحمو وجانا إجت سي الكوبانيات تغناوين إلا نتلاقى تروانغ تسولوغاسن إزمولن تغرمانغ تطفاسن تونجيم تنسن ترنيديسن أين إلا ندزعيم داين دل كشافة تمسلم تتزايريت كشافة طبعا تحافظ لهويتنا من خلال العديد من الأنشطة إلا ترجتن كنسيسن أين إلا الأناشيد الوطنية الأناشيد سيسنا غومزا سيسنا نتمازيغت إلا أين إلا الدراسات الكشفية يعني لا مجتمع انسن نفس المجتمع انسن تعزز الهويه الانتماء انسن غل المجتمع اماره ماشي نغام سيني لا يتحافظ في الهويه الميزابيه الامازيغيه لا غناشين كمجتمع ميزابي مجموعه من الانظمه تسد على شكل هرم امارو اجنا لان هرم لان في مثلا نظام العزابه كشافه ديك الغرباز الا نسلم مادي بالزمن ديمكراس اني قنست ما قلت نسن تدلست نسن قبل توقع السنة بتاعنا الناس كشافة ومعد سموني رقب أصحابي كذا دوني جون نموني كشافة ومعد نغس سولاس ناس بتت تجي ديس كشافة قالي ديس الأنشطة ديس هدي الحواج ومعد زو ناسي ووك ناس حماك روح سيت فيه كشافة سمعت تسلم دي هدي الحواج العادات نغ تقاليد نغ الهوية نغ تغير والسنة قاعدة بتدمع ناس كشافة سيو تفق كشافة بدي غي لمدة جوا حلقة العزابة يعني أني سافر في المجتمع. إرجازن إلى نجبان فوس جوري الكشافة دي تمرت النغ لأن تهتان يوصيود نتكردا ناو الكوبانية دوس تشرن ميدن دين بارشن أتشمر انتا مرت النغ غلوجنا أي بهن أو البراعم إن المدن كشافة مسلم تزاريت لشبال الكشافة أو مبرسوا لأن أيلون دلمني بشي لاغ أضران كشافة يو مصطفى يبهام تشنف منه والمدارس اللي غرسنا أفواج كشفية داني تم غيغة تزاير نسن كشافة إلا تكمل لو المنشين تنصور في القيم مدارس القرآنية كشافة ديق العمل ميداني تطبيقي منظمة شبع عسكرية إلى تستشرد أرجاز في الانضباط هذه عديمة مستعد تمدر تكون مستعد يعني كشافة دي كلم درست إلا إن شاء الله غنت تستشر أرجاز وش إن شاء الله إن شاء الله حقا نوشان ميرت ربما سون منبر يتمتنغ عن وسيلة جبا فون كشافة مؤثرين وذلك حقا نقن نخدم دزعلوك نخدم أنت ربما دي قبل غفص إن شاء الله لن تكمل يعني المدرسة لن نخدم أنت نقن نخدم كذلك أنا نخدم كذلك نقن نخدم لن تقن طرونا في الهوية نسن لن تقن طرونا في الوطن نسن كذلك ننسل مدنسن أني لن أتنجد رجزن أتنجد إن شاء الله يعني مش نقار دي خسانة مش نقار يعني في دون تمرتو دي قن تكاملي بها حقيقة يعني سواء يعني داني العاصمة نغلا قلت مريك بها ساعة تفد يعني لا يتفكراتي نغلا يتف كشافة نغلا يتف ربما أين داني نرزم سيقن قوسي بها نقارز ديما نشين أتمزار نتشرد أنه الشيق الشرق الناس الوقت الفراغ قاع الوقت أكل تفد يعني أيولون يعني أسبوع إلا جهر وعزام ليكول دو عزام المدرسة إلا غير سيت كاراتي ناس يت كشافة أدي أود أسن يضل الخميس إلا المجلس أسن جمع إلا المقابر أسن نغلا إلا الغابة كل أو نخدمه عندني لا يعني ولتجي الوقت الفراغ ربما دو يعني لا تروان مشيتني ديكن اللي هو اللي زعلوك اللي انت عشان كذلك لن تبي الحمد لله تتفهم تزعلك فربطني خدر ان شاء الله يوفقتن يعني توتنا كشافة توسيلة كذا كاراتي ناد غير اسم إن المد ندار السلام لا غير كشافة لا نفس لا نحمد لك لا لا نتعلمي لك قبل بعض نتمو لا الله يبارك يا لا انت كذلك المؤثرين كذلك لا نحمد لك ان شاء الله رباش يحفظ يعطيك الصحة ومصطفى بالله رباش يسلم ان شاء الله وانت يعني الجانب ننتظر وتتمطط الى انت الى غير سجن تكوين دام قران باش نشوف مما واش ان شاء الله نسيو سور جاز ولاد مما انتهى ترسل توغلا انت الى غنتشري قن الجيل دام قران نخصنا نسل البرنامج النسوين من مؤسسه دار السلام القراني نغلم درست لغرم برامج يعني نطيزه وتمطط باش ان شاء الله توكو ترى تكون دي منا المجالات جميل ربي يحفظ الحق سي الوحدات
مجمع دار السلام، ربما كذلك من هذا المنبر توجه كذلك الشكر توات الى جماعات الى كثر خيرهم، يعني الى غرس يعني اني لن جهد نتبدل معنا مع المدرسه مع المركز مع يعني او مركز النشاط النسوي استمان الى الحق يعني يشغل تيزننا الا ربما ولو فينت الوقت الا ربما دات بنتي كنوع زعما قشره كذلك هذه السي سيت نغلان جورنت في هذه يعني مسوى المركز دي سن مد وكل ان الا تمطط تلمد في يعني معين لها مش نقر في تدابير المنزل وكذلك ان الا اللغات دي سن القران دي سن كل هذه الامور الحمد لله يعني الا جورن دي سن ربضي قبل غفصنت كذلك ان الا جبنت فون المركز ربما يقبل كذلك في يعني في الجماعات كذلك في المدرسه نتحاول كذلك ربما ما سنوش بكاس تقريب يعني نتبي دوبو الوقات ماشي نقار بحكم الاستزامون لكن الصيف الحمد لله تفاسنت الوقت لهذه الانشطه الصفيه بالتوازي مع القران يعزمن انه تجسنت يعني الورشات الطبخ ورشات بعض الاشغال يعني لن تبينتن اضافه الى انه كذلك لن في نفس البرنامج لان يتعلق بالهويه ويتعلق بالبرامج الروحيه وغير ذلك يعني اني نتوجا كذلك مع بورص من هذه البرامج تقريبا كله ليجر مع يسيتنا عسى ان شاء الله مشينا الشاعر الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق ربما يحفظ ماما تغرباس نغمة مدل مدرسات باش إلا كان غتنكون غنستريق الجيل دم قران محمد الشيخ علي دبوز وشام قران ترحمي قرامي ويجد ماما تنغتي زعيمين وليتي لي غير نغي المجتمع دا زعيم دم قران وليتي لي تروان نغتي زعيم من دين برشن اشي تان مير دم قران تاي ومصطفى نغسان سنمكن سيستن وضيضن تكوين إلا غير سيقن وزل دم قران باش إلا كان غنكون يقن ستاف نغن الطاقم بيداغوجي تربوي إلا غني كونا ونتروي بالخصوص نسن منا تقنيات نستعزم التجديدين بالخصوص المقاربة بالكفاءات نغني سنقار منه الأنماط نستعزم منه غير بريدن نستعزم نطروان نغني جديدا باش إلا إن شاء الله تنأهل مستوى سن يعني لا غرم يقل البرنامج تكويني تأهيل الأساتذة باش إلا غادر فقن طروان نغ عزامة سن بارك الله فيك. ربما يعني بالنسبة للمعلم كذلك والمعلمة ربما ديك التحية توجه لابد كذلك يتماك ديستماك لأن عتم الصحة لند لند المجاهدين يعني حقيقة خاصة نوسانو مع الامتحانات يعني أون المعلمين والمعلمات كذلك لابد أكيد أنه يعني تقريبا يغلب السيسن إلا ربما يعني دفيغا من مؤسساتنا ومن يعني مراكز متخصصة للتعليم فتنتجس هذه التكوينات أبدا نشكوس نتجت تكوينات الزهر لتقريب أسبوع العشر أيام تقريب تكوينات متواصلة مش إلا ربما فضل بعضنا لتبنى ديني فهذه يعني أتنسس معلم في الصورة ثم أما سنسكوس كذلك غسني لدى المرافقة مش تسمى مرافقة تربوية طبعا خاطئ غير مدرس دار السلام ولا كل تقريب أني لن تحت إشراف مؤسس الاستقامة كذلك شاني نجي في المدرسة ديس تكوينات يعني كل يور ديس سنتشال يعني دي تكوين لهؤلاء المعلمين أمشيتني دوما إما في الجانب الرسالي يعني اديسن برساله التعليم اديسن بلي ديك تكرضا للتسعود ديك الشرع يورث يعني العلماء ورثه الانبياء يعني وما يعني لا وما انما بعثت معلما ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم الشرف يتسن عند الجانب التقني اني لا ربما كيفاش هذا السجل القسم يعني لا يعني الجانب البيداغوجي السماموني مشيت ندير من المقاربات وغير ذلك شرف ثلاثه اني لا من التطوير يعني لا تطوير ربما كيفاش لقي المشكل في المدرسة أنا في القسم طروا أن ربما تفاضيك الظاهرة نقشرة كيف أسنتج يعني قنشرة يعني قل حل مشي نقارموني كل التكوين تد في هذا المجال ان شاء الله حسنا ان شاء الله يعني مع شح الاوقات يعني حق المدرسه القرانيه مشي نقرا اعمالها اكثر من اوقاتها يعني ساعتين ونص نص 8 سوايع تقريبا على اقصى تقدر يعني يسمانت لكن ان شاء الله كانت تلاحظت انا مرتي ما قراصني الاولياء انه انا قدام نسقس انا في الانشطه دي نخدم كذا ناس 8 سوايع يسمانت برك يعني تكلدها مرتو فربطني قدر كذلك هؤلاء المعلمين والمعلمات ان شاء الله الا يعني اتسودنا ونتكرضايو اما الشيخ صبي سبحانه ان شاء الله ربي يحفظ ان شاء الله هاي سلمى دنتي سلمى دي المعلمين والمعلمات الاطار التربوي البيداغوجي الى نجبه في غرباز دار السلام القرانيه دي غربازن بالقران دي غربازن تمرت الجزائر كاع غير المعلم
انت دسري ونوني مارنا المعلمون هم بمثابه انبياء هذا الزمان خطر ماشي تني تبلغ انك الرساله تنبرش وسعزم التيفاو تنبر تام خلا انت ينعزم من مصطفى بن نور الدين بلا امسي جور مدير مدرسه دار السلام القرانيه تام غير تزاير ديك السيد مون تقيمت نتعزبت نور من تمليشه ربا شي يحفظ يوفقك وكاين شي جاوا لام ديال تفضل باش ان شاء الله تنمرت ايوا محمد تنمرت يا البلاطون مرحبا ربا ياخذ لهم ان شاء الله عليك كثر خيركم تو شمال المنبر ان شاء الله اللي كان السيو داون تيكر داوين فيما يتعلق بتعلم القران ان شاء الله نتمنى ان شاء الله طروا نرقم ان شاء الله هنا في هذه المدرسه دبور 96 نرقم ان شاء الله في المجتمع درجز ان شاء الله اثنين ويكونون خير خلف لخير سلف ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز ان شاء الله ربتني يجد الخيار انت خليفين تمرت قرانتي يوتنا نور الدين بلا يوتنا مصطفى بن نور الدين بلا اللي تقبل عرضة النوت سيول دانا في الدور دلت المدارس القرانيه سولغ للقيم القران التفاوتي تروانا ربتني نجح ان شاء الله الامتحان ان شاء الله نملاس ان شاء الله يقل لي مال ديك المستقبل يتوضوي مدون بعزام دو خدام انبر شاشي تمرت ايوا مصطفى اش نجت قبل معانا غون روبورتاج ديك نسيز مولن دي نعزام من تمورت نتزاري لكان نسون جم ديكران 43 يسقوها سنت متنت زين نعزام الشيخ بيوض ابراهيم بن عمري لا يزوغ في نغدي مراو توكوز نيور اني يناير 1981 متوشن قاسم بحماني الراعي سجان غون الروبورتاج اللي سوال في بريدنا في الاسلوب الشيخ بيوض اوعد تصوت نتكردا الاسلام ايميدن دو سيفاو نيغرورن اتنرقب اليوم تفريط ستة ويلاتنا الإصلاح ذا التربية التوغي تركز غفصن الشيخ إبراهيم بيوض الدروس تمجيدة إلا نسيسني رب المجتمعات لجيال أديني مذهب العمل بالحساب الفلكي كانت تلك الدروس الابتدائية درس الأخلاق كانت هي المهمة بالنسبة لنا قد لم نكن نشعر بقيمة تلك الدروس ولكن بعد أن تقدمت بنا السن أدركنا أن الشيخ بيوض رحمه الله كان مربيا جميع الدروس التي تجد الشيخ بيوض تمجيدة يشرط طلبة المعهد كلهم تحضر السادس والحضور إجباري يعني كان أساتذة المعهد تجند لابل تجند المنادات حذاري قنادي غاب من تلاميذ من دروس الشيخ بيوض بعد دروس الأخلاق يبدأ الشيخ بيوض الدروس نفسر من القرآن تمجيدة أسوغاسن 1935 يقضت أسوغاسن 1980 كان يذكر يقرأ الآية ويشرحها ويستعين في شرحه أول مرة كان يستعين بتفسير الشيخ محمد عبدو رشيد محمد رشيد رضا في المنار وكان كذلك يعتمد على تفسير الشيخ طفيش تيسير التفسير للشيخ الشيخ القطب محمد طفيش ونذكر قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل أتقرع القرآن؟ قال نعم قالت كان خلقه القرآن استقطع الشيخ بيوض 45 ميلان نتي تفسر القرآن من يتوغي السوتوس يشم قرانة السود أدي ختم في السرس قبل ما غادي يعود لجلس وكان لا يغادر بيته إلا إلى درس التفسير وهو يسأل ربه ويدعو قائلا يا ربي مدني من القوة والجهد ولو بقدر مدتي إلقاء الدرس في المسجد فوفق الله تعالى لذلك ومد في أنفاسه وبلغ له أمنيته فاختتمه كله كان رحمه الله إذا جلس إلى الدرس ينطق متحدثا وكأن ليس به مرض أو ضعف أو هرم نحن نريد أن يكون شبابنا قرآنيين ظاهرا وباطنا حسا ومعنا كل يعتنون به ويتلونه ليل نهار ويتخذون وردا لا نرى مسلما يمكن تمر عليه 24 ساعة ولا يتلو ولا ليس له ورد من القرآن يتلوه إما في الليل وفي النهار زيادة على ما يقرأه في صلواته الخمس تنميرتي ومدتنا قاسم بحماني الراعي لين دوني دان عزام الشيخ بيوض ابراهيم بن عمر الا السيو تربي في سر القران دي يورن الفرار 1980 تقريبا 43 44 يسكوسن مرانا 44 يسكوسن في سر الشيخ بيوض القران سلمند في سر نختام في سر القران العزام الشيخ بيوض ابراهيم لا توجد طبعت نمرون الطبعه العاشره تعشيرتنا عليهم سمعوان مع تعشيرت نتبونور ان شاء الله
الله يقنو سان ديد لسانن يور نيضان انت ان شاء الله سوى سني الجمعه بتيخسوش امقران سوى سنين الجمعه 14 19 نيور ني ناير دي نيور 19 نيور تقريبا على سني الجمعه 17 فرار من يدخل جن في ديسس ايام دراسيه دي جنسي نعزام ديزمولن نغر من نقرارن دي جنسي زمولن نغر نقرارن تعشيرة نتبونور دين الشيخ عبد الله دين الشيخ عبد الله بن سعيد الشيخ رحمه ممكن اول وجار فهم تظاهرات ساونت فاسكا الى يدنغن سود ماون الى تنظم او نسان ادل سنن الايام الثقافيه نفسر الامام الشيخ بيود القراني وتنغرستم ابو سعده اي ورستم سلام لي وجدان بار شيخ. السلام عليكم يوا محمد ان شاء الله كاين بخير ان شاء الله كاين لاباس شكرا لكم على الاستضافه قبل سجوم. اللهم امين ربي شي حفظ ايوا رستم يعطيكم الصحه نشتن مرتم قران كاع اللجنه المنظمه نسجدنا ونساني لسانن نفسر الامام الشيخ بيوض ابراهيم بن عمري اللي يفسر القران ديورا فرار 1980 كاين تقريبا غير 44 نسجدنا نفسر القران تلمد الطبعه العاشره نسان لسانن ممكن غنتفسدوا جار او الايام الثقافيه الى نديجور ان شاء الله ويورا نيضان ان شاء الله سوى سنين الجمعه ان شاء الله. بارك الله فيك ايوا محمد ان شاء الله تعشيرتنا تاعهم لجنه الثقافه كتنظم ديك الايام الثقافيه لختم الشيخ بيوض ابراهيم للقران الكريم في ذكرها العاشره والحمد لله يعني 10 سنين لتوجنا الايام الثقافيه يتخير لما يمكن اكتلاطات بين شهر وفاته وشهر تفسير القران ماشي نسنا الشيخ بيوض يتوفى في جانفي 1981 يفسر القران في فيفري 1980 لكان تخيل من يومي كامل نخدم في منتجات كاع الايام الثقافيه نخيل يوم الجمعه مساء من كل يعني ونيويورك كل جمعه تملى ديس مع ميدن لكان تو ديس من مجموعه من محاضرين وسيلا ممكن الا يسس الشيخ بيوض ممكن يخدم في الشيخ بيوض يوري في الشيخ بيوض اسكاس ان شاء الله لكان نخيل انه نشوف الشيخ بيوض ديك النسي يزعلكني لنورين نسميه الشيخ بيوض كاتبا ان شاء الله الا كان نبدا يوم 19 جانفي يوم الجمعه الدس ان شاء الله نبدا باول محاضره حول فتاوى الشيخ بيوض الذي سيول ديس الشيخ بكير الشيخ بالحاج باش عادل والاستاذ بولارواح ابراهيم ان شاء الله الجمعه بعد الا كان غنسيول ديس حول مقالات الشيخ بيوض في صحافه ابي اليقظان اللي سيول ديس الاستاذ بكوش محمد ثم ايضا ديك الجمعه بعد ان شاء الله نسيول حول قراءه في اعمالي في كتاب اعمالي في الثوره ديال السيول السيس الدكتور ناصر بالحاج وايضا غنغ مذكرات ووصيه الشيخ بيوض الذي سيول ليس بميس الشيخ علي بيوض يوم ان شاء الله 19 فيفري بتكتب ربي نخمم الا كان يعني خاطر نسيول غير الشيخ بيوض لازم نسيول وسيله يعاصر الشيخ بيوض وسيله يجور معاه الحمد لله لن مشايخ لن علماء لن عصر الشيخ بيوض انتجت الايام دراسيه يومين دراسيين انتجت في كل طبعه من طبعات الايام الثقافيه اسكسون لكان جيت حول علاقه الشيخ سعيد وني ديك الشيخ مسمى الشيخ الرحمن سعيد بن عبد الله وني ديك العلامه ديك ثوري ديك اجتماعي فتوغي مصاحب من العضد الايمن للشيخ بيوض الا اني بدا معاه في الثوره وما ذلك يعني او ان الشيخ سعيد لكن خصنا نسيول حول علاقته بالشيخ بيوض نجي نكثر على المحاضرات نسيت معنا في التنظيم عشيره تتبونور او لجنه الشباب اللي تاع عشيره تتبونور كلا توجد معنا غاول الايام الدراسيه ماشي الا كان ماشي نخدم في كل سنه ضغط نجو مع تعشات نت بولحيا من قبل نجو مع تعشات نت كاسي بن ناصر وهكذا ان شاء الله نخدم يعني في مجتمع الحمد لله مجتمع موحد مجتمع عشائري والحمد لله ربي يقبل ان شاء الله وني خدام دوني عافرا ما نشيت نادي كن خدام مجتمع شعري اشتاع شيرت يعني لا غير سيزمو الناس لا غير الرموزس يبقى ماشي الا كان غنقن الشيخ بيوض سير جازني تغن ايديسس بالخصوص طبعات نسكاسو تنيم الشيخ بيوض كاتبا نيوري داني دي جود خما نشيت نادي العلاقه مع الشيخ سعيد بن عبد الله الشيخ الرحمن المجاهد الثوري العالم اللي كن خدام دام باج دام قران ممكن اسستن وددنا يو رستم اللي لادي سوني خدام يعني تس طبعات لانزوانت يعني لادي بعض المؤلفات اني تورين التوصيات يمدن باش طلع عن فني تخدم تاع شيرتنا عليهم لجنه الثقافه بالخصوص سلمنا نساني لسانا ونعزام الشيخ بيوض
يبقى هذا كرافيك هو محمد لك انا غير كنجوي كنا يعني في كل جمعه لك ان نجلس محاضره نعرض لي سجل معرض للكتب والاقراص اللي كان مستقطع في الطبعات الماضيه توصيتي ابن فخسيس في الطبعات الماضيه. الحمد لله منذ الطبعه الاولى الى الطبعه التاسعه قال لنا كسين يعني في ارشيف ماشينا توجه المعرض ديال وزنزي توجه في كل محاضره من المحاضرات اللي توجهنا في هذه الايام الثقافيه والايام الدراسيه. ربي يحفظ شي تن مغتم قران تي ورستم ابو سعد ايش تشد اللجنه المنظمه ونسان ايد لساني لان قبس ان شاء الله تفوت ان ملا اشمارنا ونسان ان شاء الله انتم شمل خلاصتنا ونسان ايد لسانن المحاضرات ندوات غتوجن سن ازمولن نوم نقال الشيخ بيول شم قران يترحم الشيخ سعيد بن عبد الله شرحمن تنمير تي ورستم ايش تشي تعشيرت عليهم تعشيرت نتبونور دوسي قاعد تنضم او نسان ايد لسانن للايام الثقافيه شنيني تندرت باش عرفت اتوتنا غير برشا ني عزيزنا ديما لك انا غادي تقيميتنا مرحبا تيتشلتو صغر من نيغرا رنزو لوغرم امبوس مغون نادي الولايات البيض لكن سيغرمان ني مازيغن طمورت نزاري توسنس منو العوايد ديال المدني وتنغ انغماس محمد داودي ازواغ البوس مغون ايدو لانغد سونت فريت تقريبا امبوس مغون الدوسين دي 8 ودين الولايات البيض ديك تسيموشان تسكلا من يتميز يغلب العوايد ضد الثغرات المادي ديال المادي دي تشرخلا في الليل غرس النزال دام قرانا مزروي نغر من بوس مغون أو نمزروي ألسن غفس براسن دي نازورنا بريد نحوف تيران تسيوين أمو بهات طاوت تكرداني مزوار النغر الجيال أم غمدني لنوسين بهات حفظ ضخم اثنين ساون وزمون تواسكوك القرن والثلاثة الميلاد شنين قبل عمو دوغانخت سبع انتقبال فغنت سكننت صبرا اسق القرن والثلاثة الميلاد الى يمان خوم شانو ايدوا داران بوسمغون دي سنتنت فلوين تقار دالين سنتنت وراتن تزعلاك تفلو تمزواروت تدفن زيسة توغرم تدفن زيسيني جيون لغانخت النظام ترقب خورتان دي غزران تجمي مخت دين اتو غرم وسمغون التمرتني الداد ظهر دازي زجر ثاني وتتمدى ولاد حدو تقدي خشيت عاد شنين نفي غير شن اللي عاد وسمغون سنت ميد نسك زمان التمرتن زاين درمان ترقوين تازن دي سنوامان تطاوين رني دي نات موسى دي جمدان وسمغون التمرتني نجيون وقدي سويت فني اللوز تفغزي سي جيون لان عاد دي سبان دي وسان ختمرت سنت غارني الى خير هذا مد النغر من بوسمغون توسنن استديو تدوخسان الخير جرسن سلخصوص يمر نتفاسكيوين سوز ديني دمن جرا يولوتي وشولين اما نشتسجاني ملاقيتن ديون ومشاني استسمن تجماعت اما غر رحبت ايو سيول فتغاو سيوين لتمشراس نتمدينت زمان تاني كامشانو ام قران نخ ان غي قردان نخ ان غي زعلاك نخ تغوي تملايا من دا تمشاورن ما خف الوقت نتنكتنتيني قد فطمر ولا الحارثي والبدر والجني تشرزا كل تغوي تساوال دا تغوي تايدا مشانو ايد البرلمان دام زيان تملا قنديسي قردان نخساوان قام تغاوسا نفلاحة تغاوسا عين في علمو تامورت النغت شماري قنيز مولين سوازل انسن أبدا ونحافظ غفس نسلغيتني تروان نغ داس الميدن خلاف أدارين غفن غين يخسن ديني ولين فعلات شرا سو مني بهاشي قندش نغ أديالس يسلم ديني خس يترواس بها نحافظ سو مزروي يغندجي لجدودنا يوشم قران أتني يحفظ يرحم ويموتن تنمير تم قرانتي ونغماس محمد داودي اللي سجانا غون تفريت نغر من بوسمغون غر من التغرمة أغر من نزمولن دي مسناون أي بهاي لكان غنسن إغرمان نتمور تنتزاير بالخصوص إغرمان نما زي غن إمبرشن إلاقي لكان غن حفظ فوني جين دي غرمان إكبر بالخصوص تمور تنتزاير إعززن باش نسيول ديما في غرمان نسيول في تغرمان إغرمان تيتلتو ونسيول في تغرمان إغرمان نغزر مزاب ماني ديوان وحدة دوجمو إغرمان نغزر مزاب لوبي فيام سلمند نتفاسكان ينار سجان شرد وسان دي تملغيق تنتطري دي الولاية المديت ماني إيوين تغرما هو غلان غل متحف الفنون الشعبية دي الولاية المديت أول وجار سون تفاسكاي ليدنغ يوتنغ كمال رمضان أمسي جور نغ رئيس الديوان نوجمود وحضاني غرماني غزر مزابلو بي فيام أيوة كمال سلام نوجدان بارشخفت يوه محمد
محمد تنمر تشم قرم غفهم ايت ما تستمى ما تلي مقعد ما يتلي موين غصب قصم بارش سنتمي دا سنتمر وين دا دوكز اسقص يشم قرم جسل هاسقص نتنمرين دا تزمر ان شاء الله ان شاء الله هنا شاش ناس قوس شدان مارس قوس دان بارش تلويت ان شاء الله التفاوت يشتي وكمال دقاع وسي الا ايدتش دي لو بي في ام نغديوان نوجمود وحداني غير ما نغزر مزاب ممكن غنتلس دي وكمال في تشموست نضلص دي تغرما دي تسكلان تمازيغ تي تزوان نتي غير سان غير ما نغزر مزاب الا تزوار تاني جي وطان بارش غير الولايه المديت كون سي ولا نغ استفاس كمان شي تضرا دين انت هو محمد مس محمد انت تصدق تاع الكردا ايت بهاي الزعم يعني باسم يعني المتحف العمومي الوطني للفنون التقل الشعبيه وبمديه العاصمه تطري مس لا ديريكتريس المديره مس ساميه يونسي زكانط ما بين ما يعني تغسلت تحضر رمضان تطري سكت جات يونغ محمد على بالك اتي غرسان للعلم يغل بيدي السن باللي اخم زابدا ديني لغاسو جان زوج دو سيكلي دمي يعني سلاح العثمانيين يتغمس نغرم نانان نتمنين نتلم دي توك لتي غسان انتي ذاك اللي مسنا نتبسا قيمة يعني يكتر بعان ثلاثة برك نتوى تدين غيقنا قنس تيريشي دي قنف خار بوحدي باد يعني كل نظام يعني ثلاثة قاع زوان بزاير دوك حق مدن فشاشن يغلب يغلب توى تنزوغ ديني سوى سنة 13 15 يونيو يناير 2024 زوان شن باسم يغزر نغلا بسكوتر لوكي فيام دوك تشاشن تيتب هات تحضر معنا جمعية ايد الفيت كتاب المزابي والامازيغي معنا عبد العزيز بعمر الشيخ حضر معنا كذلك جمعيه تسلت نوغلان مسا نادي عمي موسى صغر نتيجه حقيقه جنكن تسلت ايت بها في قديسين زرابه كذلك يعني الاكلات التقليديه نتوت بلا كذلك الباحث تراث الادب الامازيغي تراث بكري مس علواني مصطفى زينون بين الفيستوريزم اغرمة بونر بالحاج ابي اسماعيل كذلك عندنا غير الله يبارك ما شاء الله دين نبع لجمعيه نبع الاخوه الفنان الحرفي المتالق متالق السيد بيبي عبد العزيز يعني ديكن وسن اي بها اي زعم ديدي سي كونفيرون ديس محاضرات ديدي يعني بروجيكسيون ندو اني لا مهم جدا ندو اسم جارو الورشه يعني وكلي بورس لي بريمير يعني لي بريمير جماعة الكوليج ملي ترى تحجو ترى يعني تتعكاي ترى يعني وكل العاب تقليديه اين بهذا خي زعم ندو نزقس نسحب ذوي ذوي الامام يعني ذوي يعني بعد المعوقين حضر ديني حقيقه شاش اي حق سعيد كن يعني شرد وسان حق مدنا يعني وفين كن كن التراث نتي غرسان ما شاء الله خاطر لا غرسنا على سجود حق نتي غرسان نتي غرسان ندولا ديني سمرنا تقليدي شاشي يعني نصرى ونتي غرسان يعني حقنا نجدك تقيمه اي تبها اي تزعم رب الشيخ فضي وكمال تنمر تمقران تشتي قاعد وسيد تمجرارة وين أوغلان عرنت دي ونسان ندلس دي الفنون التقاليد الشعبية المتحف العمومي للفنون والتقاليد الشعبية دي الولاية المدية انتدت لكم تسوى ضمت كاردة نتغرما دي الحضارة أوغلان رب الشيخ قبل إعافر نوم دي خدام نوم دي إمبارشن أشي تنمر تمقران تنمر قاعد تشيك تقيمة بلا رب الشيخ فضي وكمال تنمر إن شاء الله ولاش تيمس محمد بو نرى رب الشيخ سلمت فتوتنا قاعد لندني ربوني عاون تنمرت يشمقرن ان شاء الله ربي يحفظ داس قاسنوم ضمبارش تلويت تفوت تنمرت ان شاء الله اتوتنا برشن عزيزنا ديما غندول غلوغلان ماني اسقمو اعلان مكراس نغل المجلس الاعلى للشباب ليجو منه وإندهن دي الولايات نتمرتنا نتزاير تيتلتو ديونسان ازوان اوري ددي وين يرصد وغلان من يسول الفضاءات الثقافية للشباب من الفضاءات نمكرسنا نودل نمكرس دمنا وإعافرا إلا نتوجهن بالخصوص ونسقام ويسد باش إلا غادي سنمر يخدمن دي عافرا نمكرس نرافق دمنا وإمدونا بالخصوص إن المدن تزدوي دين المدن يتفغن المراكز دوكون دو سنة نصعة نفوز دين المدن تمورت نتزير أيلونا مغر يمكرس نتنين دل قوة المجتمع نتنين فوت المجتمع باش نسن وجار تفاصيل ناو ندوت نغناو المنتدى يتوجن دي الولايات نتغردي تغلاني لا يدنغي وتنغ امين شقلقب ان رحبيتك ايوا امين اشتي دونجيوتش ان بارش ممكن ان توشد بتدران دين دهن نسقامو اعلان مكراس المجلس الاعلى للشباب تنمرت
تنميرت ايت ما يستمع سلام نيوش دت نميرين الصغفوم ازيغ الولايات نتغرديت تسجي قنوم لقا اي بها احريش انتظلست ماني اسقامو اعلان نمكراس يسجى يقن الملتقى سمناس الملتقى الشباب والفضاءات الثقافية ام لقا نمكراس دي منشان انتظلست ماني نعرنا ان الملتقى ايلو نمكراس ايلو الولايات نتزيرنا باش كان نسيو لسون املاقا هاد الشاشه الحضور ماس حسين حني الى المكلف بالاعلام اسقم اعلان نمكراس يوا حسين اش نشكرش الحضور تمعن غسو تنمرت ايوا امين يشتيد وسيقع لي الكبان تقيمتنا مرحبا او نيني ختم ديتهم تمرشت يوا حسين رباش يحفظ الحضور تمعن يعني يقولوا ملاقا اي بهان رقبت السنين لافتتاح السينما مزاب حضرا امكراس حضرا الفنانين حضرا دخ السلطات المحليين شرم زواق صات الصنغ اغن تحكيد الحضور الا ان يعني شاركنا الملتقى يو اما نش ايدي سوي مغ الاهداف الا ان ترميم مخصص نتوضم دفرون ملاقا انيتني دايوا امين بالنسبه للملتقى يو يسد يعني في اطار يعني من نوع الدراسات انت اللي اتجهت اللي تسجلت المجلس على الشباب يتسم بلي المجلس ديز 8 لجان كل لجنه لازم تج دراسه نخصنت دراسات باش اقدر نسقاس اسنتنوش يعني في تقرير نهائي مفصل يوصل وين تقدو دا يمارو لجنه الثقافه شتات يود دراسه تخير موضوع يعني يمكراس نخ الشباب والفضاءات الثقافيه نسم بلي تمرتنا دي سيغلب الهياكلنا الفضاءات بصحتي مفعله يعني كيفاش نشجع امكراس باش يعني فعلا يعني الهياكل الثقافيه الفضاءات الثقافيه باش هادي يكون ديسكت يعني النشاط تكون ديس اكت الحيويه قبل ما نجي الملتقى يتغديس يعني نوزع استمارات نوزع استبيانات نفقد يعني سيغلب النتائج يمارو يسد لنا الملتقى نخير الولايات نتغرديت هامي على جال يعني ننسن طراء نغزخم يعني الثقافي والتراثي لنا تغرديت ننتو استمارة للتسجيل سجلا يعني امكراس تقريبا وسينا نغد وجان 100 يعني مشارك يعني 58 ولاية أنني نسجل داني تغرديت على مدار يومين تونديس يعني محاضرات ورشات تكوينية جلسات تفكير تبادلات يعني حضر نديس يغلب وجوه ثقافية وفنية معروفة على الساحة الوطنية تنميرتي وحسين يعني من سيول سون البرنامج جيتو سجان خصوصا يعني الندران دي الورشات يعني خص غاد السنغ بالتسجيل من الورشات نرقب دخل الحضور اي بهان بعض الفنانين بعض الممثلين لبعض الاسماء دي مقرانا اكيد انه الذي سجن قلنا الهدف الذي سجن قلنا يسوي دفر او الاستدعاء او الفنانين دوم لاقاسن معي مكراس المبدعين امزانا نشني تقريبا يعني في المجلس على الشباب غنغل استراتيجيتو في كل المنتديات نتويد يعني مختصين نتويد وجوه يعني معروفه المجال اللي خنجديس الملتقى موضوع الملتقى نخططو يعني مدام موضوع ثقافي نويد يعني انني وجوه فنيه وثقافيه معروفه يعني نخصن نفغ يعني الانشطه الروتينيه الكلاسيكيه القاء محاضرات وبعد اتزون في منسن تقريبا تونديس جلسات تفكير وورشات يعني امتدت استمرت لي ساعات اني على مدار يومين فرنس يعني مجموعه من التوصيات باش ادت فنت في التقرير النهائي انني غلا ادي تكمل مع دراستي نجوح حول تفعيل الفضاءات الثقافيه في الجزائر الا ان شاء الله اتزونت في تقرير السنوي وسلوين تقدوده تنمرت يعني يومين الورشات يومين التكوين يومين نقل نقاش اي بها نرقب دخ حتى املاقا مع السلطات المحليين الشباب يحضران ديم كراس يعني سيولن ستمشراس مغ المشاكل اللي ندي القطاع الثقافه ان قبل ما مشيت نيد يغلوبات النقائص اللي انت خصنت يعني باش كات هدف نقن الحلول يقن شاء الله اي بها وجي نولف نرقب شغلو يعني المجلس الاعلى للشباب يشسن فرصه الشباب باش كات سيولن باش كتعبر يعني النقائص نسنس المشاكل نسن اما شي تخا تقدم بعض المقترحات ان شاء الله نتمنى للسات باش كات تسجل ندود الهدف نغيوا امين دراسته يعني الهدف اصلا يعني المجلس على الشباب الا يعني ادير فعل الانشغالات المعوقات اللي تعنا السن الشباب يعني في كل المجالات من بين يعني المشاكل الانشغالات الا يوض نتنغدي للمجلس التفد يعني ممكن يمكن تشتكان يعني والتفن يعني
يعني فضاءات نغ هياكل نغ ماني يعني ادبد عن ماني ربما اتفجر الطاقات نسم خاصه في المجال الثقافي لنسني للاسف الشديد غنغلب لدور الشباب المراكز الثقافيه اتنتفد يعني كهياكل ولكن صلحنت غير مفعله سو مني يعني نفكر ان دراستو الا تتوج الملتقى يوم نجمع ديس كاع يعني الفاعلين الا يعني شارك دراستو مع السلطات المحليه نخير ولايتنا يعني نتغريت انني يعني خاطي اختيار يعني عشوائي وانما نسن ترى يعني نبيت كنموذج يعني الولايات الى نديس زخم ثقافي الى النجم يعني من خلال الانشغالات المعوقات النصد الى يعني تنسي ان شاء الله اجنوان تكون يعني نموذج للولايات الثقافية الرائدة في الجزائر إن شاء الله. داني نتمنى يو حسين يعني دفر أو يومين نوعزام دل ورشات نرقب إكت الخرجت يعني يوم المشاركين يوم الشباب يدوسين سأيولو للولايات باش كدرقب انت غرديت بتتمي السيس أدزوانا دفورتن بسي أدرقب يعني السواق أدرقب إغرمان أدرقب أيولو نشغل تمي السيس تغرديت هذين كنا نتلسد سل خرجة الثقافية السياحية يسنسجي مي ضيوف يدوسين لتغرديت أنيشني غيوا أمين يعني نشاطاتنا نتعافر نتحاول نفص الأنشطة الكلاسيكية الروتينية في القاعات برك وإنما في كل النشاطات تنتج نتفق إلى الميدان السو مثلا تمديت يعني مع الاختتام من الملتقى نسوفغ المشاركين يعني زورا نغرق من إغلب ربما المناطق الأثرية والثقافية اللي تسخر بها الولايات تغرديت نزوا التي تسجن مع مرشدين سياحيين يعني تعرفن في يعني في القصر نتيجة يعني ك يعني التاريخ ك يعني يعني كتورات يعني مصنف التراث العالمي اللامادي الإنسانية سي 1982 يعني صدقي يعني أغلبية الإمكراس أول مرة دسنا التغديت مبهر يعني سواني لن أوفين داني بالمقابل يعني شرايو جيتني لا يعني أضعف رن أدخل من دو حدي بشا يعني أضعف رن أني نغس ثقافة التورات إلا تسخر بها ولاية غردية المحطة فايت سنت نوسد السوق العتيق لغردية لان سنت يعني من إلا كان مارود كواجهة كقبلة للسياح أيضا لن مع إمارو المشاركين لن مع المرشدين السياحيين نتعرف تاريخ السوق والجمالية بالطرأس إن شاء الله هنينيغ باشا قاع النير قبل أريد توبي بعين الاعتبار في التوصيات التقرير النهائي إلا خاتناز إن شاء الله إن شاء الله. يوا حسين يعني من سيول ثقافة الطفية دي سياحة دفورهت يعني ديك الفرستين نولا نسيند أيولو نيمكراس وجارنا نميان نيمكراس أيولو نولايات نتنين يضعرف نستغر دايت يضعرف نسبت تتميز سيس يعني ديك قل إشهار ديك تدعيت يصحاب نسن يمدو شال نسن تيواشولي نسن خصات سنبرك يعني بتد الانطباع أنه نيمكراس يدوسين أيولو نولايات سلخصوص منه وسيسن الخطر تمجور تيدوسين الولايات أنا شنو غيوا أمين صراحة الأغلبية يعني انبهروا يعني سواني لنا تغرديت والجيل بنسن باللي غرنغ يعني هاد الطراء وهاد يعني الزخم التاريخي والثقافي والحضاري كمل شراء شني في أغلبية نشاطات خاصة إن انتجت يعني خارج العاصمة نتوي مع نفس صناع محتوى لأن غرنغ ما بين المشاركين صناع محتوى ثقافي وسياحي الأغلبية لن خدم يعني فيديوهات ومواضيع ترويجية باش يعني أتسوقا في مواقع التواصل الاجتماعي إشراء إرقبن لنسن يعني دور مواقع التواصل الاجتماعي حاليا في الترويج للسياحة والثقافة إن شاء الله يعني أن إرقبن يمارو ولتقيمي على المستوى الوطني وإنما لما لا أتجاوز إلى يعني الصعيد العالمي. أنا مرتاحي وحسين أش نشكر الحضور معنا نغس أيولو نعافرنا كيد تسجلتنا أسقامو إعلان نيمكراس أيولو المعلومات تطفيوين أنتو شيد إمارة باش يحفظ أيوة أمين إن شاء الله يعني أن نملقى معهم إكت تقيمتين بلا أسنوش تحية قاي وسيلة قبانا تقيمتنا مرحبا للمشاهدين يعني تفر الشاشة أنا مرتاحي إذا أيتما استماع يتوغ إيديك ماس حسين حني
الا عند المكلف بالاعلام اسقامو اعلان نمكراس يلسانغ سملاغا نمكراس ديمولشان ثقافه ملتقى الشباب والفضاءات الثقافيه يتسجن داني دي الولايات نتغرديت ماني حضرا دي سيغلوبات الشباب يعني يديسوي من نوني ديسوي لان تعافر على جال نسقامو اعلان الشباب سيسن يعني باش كفعلا دورنا ايمولشان الثقافتي لنصلحها الا يعني لشخص نقلنا شخص دا وحدي اما شي باش كتشهر نستمرتو نتغرديت السياحه تواني كاع لاديس هادو الغمارو التواتي كن مرحبا تنميرت تنمير تمقرانتي ومدو تشنغ مينا شخب قب دوني جولس دوني جولس المكلب الاعلامي وتنا حسين حني لا يسانغ يعطيكم الصحة تنمير تمقرانتي مكراس نتمور نتزاير دوس قامو اعلاني مكراس لاني سجاو السان ديال ولاية نتغردايت الى نسيونان الفضاءات الثقافية الشباب بالخصوص اونود نسن دو فرهات نسن غلي غرمان نغزر مصاب اغرمان تغرما الحضارت لما تلي معنا غدي تقيميت مرحبا ناود امار نتفريت ودماون ودال ودماون ودال معي وتنغ نغماس محمد ابي اسماعيل ومحمد سلمي وزنبر شفت سلام ضنبر شاي ومحمد بونورا تمديت شاي طنبر السولي عجبان غحال امش ديما الركن ودماون ودال مالي لان تاوي ديكن نغ الوجوه الرياضيه نغ اني لان تمثل لنا يغزر المزاب نغ الولايه نتغرديت نغ غرس نزال دام قران الدال نغ تشورت نودار نغ ايلون يدوى الدالي لان داني تمرت نغ يغزر المزاب ايوا بونورا قبل ما نبدا دي ودماون ودال دو شريك تعزيت يديك الشيخ دودو الحاج محمد بن بكير يعني توفى رجسنا نبتيك ان شاء الله ربات يرحم الا سي العرصات نغر من تبونور غربزنا النور تمجيداس ماشي تغديز دي مؤدني تغدا سي العرصات ماشي شني غرم نتبونور تمسجد النور تمجيدا النور ماني غير سكت غير سك النظام اي زعلك يغزر نمزاب السيني ربا اترحم ان شاء الله يوسع غفص ان شاء الله الجنه ان شاء الله منشد عزيغ طرواس بتيك طرواس عمر مصطفى الحاج ابراهيم بكير صالح توشول تستارواس طروان طرواس ان شاء الله ربا اترحم ان شاء الله ربا اترحم الحاج الشيخ الحاج محمد بالحاج بكير دودو ماشي تنيدقن سيمودن نتقيميت نتعزبت اغلين تغدى غرباز نغد الرئيس نتقيميت نتعزبت نتمجيدا النور ربا اترحم ان شاء الله هنسو نجمتا وتنغي مبارشن عزيز ان شاء الله اسبي غداسن هذه اللي ان شاء الله دي تفرتنا غير جازن دي زمولنا نسيو الغفص اوجار فتمدور تس في الحياة تس مخطر دي قنور جاز نالخير دي قنور جاز العلم دي صلاح إغرمان يا زرمزاف تمرت نتزير عزيزن تنبارش إن شاء الله تيلي معنا غتوش ولتس ديم دو تشالس إن شاء الله أتسيو لنا دوش الشهادات فون ورجازن قران باش هاد نسو فخص طروان غيلا إن شاء الله هادي لين الخيار نتخلي فينا ونرجازن إنبارش هاد ندول إيد تشاي ومحمد دوني جيوتش أنبارش أربا شحفظ أيوا بونورا ماشي شني غو ودماون ركن ودماون ودال إلا أنت ود وجوه رياضية أنا غيكن يكن ودماون أهيل نودال إغزر المزاب نختمر نتزاير أسو إيت ما يسمع نسول سكن ودال إلا لا لشغر سيغلب ناصب إعلاميا داين الكرة الطائرة يغزر نمزاب نختامور نتزير ماني أنشاش السوء مش سصادف نيجن سيرجاز نغسي العرصات الكرة الطائرة يغزر نمزاب داين ديوان نغ مسن عبد الرحمن إلا مستشار نودال أمنش الإطار في مديرية الشباب والرياضة الولاية نتغرديت أمنش عضو الرابطة الولائية الكرة الطائرة ولاية نتغرديت إجن سيرجازني لا يبد فون ودال لا يترقات لا يتجسس مهرجانات لا يتجا يغلبنا الميسم ساسنيني تمديت شتنا بارشي وعبد الرحمن السلام عليكم ربما يحفظ أيوة محمد أيوة محمد ربما يحفظ تفكر مدي سبورو أنفا باش ينقر الحق ون رياضتو تلا سيفري خاطي تسلن سيسو غلب ميدن ربما يحفظ شو ما تيوم دلاني بها تسلن سيس ميدن قبل ما نبدأ ميني غا أسوكسنو مضام بارش يشوي ميقع وسيلة تسلين ان شاء الله ماشي شي داسكو شي ضمبارش ان شاء الله انا ماري فوز الخير ان شاء الله دي عافرا امبارش نحما كتورتنا ترزم يعني شي محمد ودماون ودال نسني الرياضات ماذا بينا كاع سنتنوش ودما زعيمه تنبرز الكفاءات نغ الشباب نغ دي اتش امدون ودال نغ الرياضات ما تشني وك محمد كاع امدون تقيمت مرحبا لتواج الركن كاع ركن رياضي باش يلاد نبرز المواهب الشباب نغ دي مكراس نغ دي اتش امدون ربي يوفق ان شاء الله يسلم عليك ان شاء الله ايوا عبد الرحمن تليد عضو الرابطه الولائيه
كان الولايات المتغردة دي الودال الكرة الطائرة مشيش نغدي كتر رياضة لاش غرسة ظهور إعلامين يغلب ماني نعجبنا حالا مش السون سيولسة ونس الرياضة نفسه ونودال يغزر نمزاب قبل نخسن مصطفى كيفاش يخيره ونودال نخ كيفاش يخيره من الرياضة عبد الرحمن كيفاش يوتف الكرة الطائرة بالنسبة للرياضة تخسرت الحق سيتوغضى بزان والتمارسة سيفري سيتوغضى بزان تمارسة كرة الطاولة تنس دو طاب انتني دا الرياضة سيتوغضى بزان وشنو تغى كرة الطائرة تبعغت تغرنا نادي معروف لحد الآن إلا نادي الرياضي الرسطومي تغسين تغضي بزان جور مدرسة الحياة تغرانديني لاش القاعة القرارة نتفرج إذا علاك عجبي سبورو إما روسي ويغض الباك نشمويو لك رياضي توغ رياضي زواد جغت تكوين في الكرة الطاولة علاش هي زواغ الهوات ماشي نقار باتا توخصغ جغت تكوين في مجال الاختصاص خاطي المجال اختصاص كرة الكرة الطائرة عزمغ سنطينات لتسنين تخرج كي خدمة تغرديت كإطار مدير شباب الرياضة وفي نفس الوقت التدريب مع النوادي مع المنتخب الولائي اسمه والفيرس الميدان كي سيوي قضي عزام 2005 كي الميدان غلوسو هو عبد الرحمن كرة الطائرة نحكى الكواليس أنه تنيدي غير سجن تاريخ دم قران يغزر نمزاب لا سير رياضة تيم زوار ممكن أن تلس بسيسة من رياضة كرة الطائرة يغزر نمزاب إيه بالفعل الكرة الطائرة تلا تقدمت واد مزاب الجنوب بصفة عامة تقريبا 67 اللابينات الأولى للكرة الطائرة بفضل الحاج السبتي رباط يرحم ممكن كيما تسلمت إلا قامة من قامات الرياضة بصفة عامة خاطر يطغد الأستاذ في التربية البدنية والرياضة الوقت نيز دغلاش المدربين لاش انت ماشي نقار يسيت بفضل زملائه الرياضة والتغرديت يجورديس يطور فغند أنديات لا الحمد لله لحد الآن ثلاث جور في تطور مستمر رغم أنه إعلاميين بسي ماشي تنيدا لا يدر أحمدك لا يدر أقول حي صرف ربات يرحمه غير سقاس وبركة إيه ربات يرحمه تنزود صرحمة إن شاء الله إن شاء الله توجس يعني تكريمات وتكريمات ولكن دروس الحق يعني من قاع نتغرديت يقدم من شهد ناس سوف دامس أش حكانا عافرني توقي التعافر ماشي تجور مع بورس ماشي تعامل مع بورس ونطروس قاع طروس غردي الطروس بأطيافهم ماشي بخار توقي الطروس ممكن أي وعبد الرحمن الناس بسيل كرة طائرة يخزر نمزاب ممكن بتد الفرق اللي أنت غرنا ممكن تغرديت ممكن أهم النشاطات اللي تجيم تندني تغرديت أهيل الكرة الطائرة الكرة الطائرة تغرديت الحقيقة إلا ما شاء الله وفي تطور بالنسبة مقارنة ببعض الرياضات اللي انت زديغ قاعد تبين انت نش ميسي ولغ بيوسيغ دي اسمها مارو كمستشار في الرياضة ماذا بين الرياضة قاعد تطور انت بس ميسي ولغ في الكرة الطائرة الاختصاصي وكاشين الحمد لله الكرة الطائرة تجور والتبد رغم انه كيم تسلم كرة القدم يطغى وغلب يمكن الفولي تونت فيه تسن تغلن رقبا ميد نبتا ولا ترات شورت نودر البالون يطع الفولي يعني رقبا الفولي تيدي ينافس فيه تسن من كل كلاس مو ينافس ليبول ممكن ديك الرياضة غرس الشعبي تغرس ما لقري إعلاميين ماشي نابسي دروس وين كانت تقرب قاع الرياضات إعلاميين دروس أبار كرة القدم تبي الشعبي كرة شعبية يعني كرة شعبية ولا المختصين خاطي تهتمون في الجانب الإعلامي بعد أن نطرقوز خاطي المختصين شو منشني نسمع أيوة. كمختصين في الرياضة نهم اللي ما شقار الجانب الإعلامي وإن كان له رجاله اسمه نجم منشني نخدم كلش من بعد نطرقدي أنا سول في كرة الطائرة تغرديت بعض الإحصائيات يعني الخفيفة اللي أنت لوجي حوالي 10 نوادي تغرديت برك ولايت تغرديت 10 نوادي رياضية اوفيسيال يعني اوفيسيال تسنى الأندية المنيعة اسمها 12 نادي تؤطرهم الرابطة الولائية للكرة الطائرة ممكن تزود الرابطة بلا والتيفد العدد أبار ممكن كرة القدم يعني كم هائل
باه نحافظ فاول الكمون غنرني وجارس لوجي يزهل في الوقت الحالي كيما تسلم الظروف الماديه عزام بورقس بعده عوامل. الحمد لله الكره الطائره كل سقاس لا تقدم انجازات ورجال لن تشرف انها غردايت لن تشرف الكره الطائره حتى الوطنيه الا غير نغنادي ينشط في القسم الوطني الاول هو الشباب الرياضي البلدي بونوره يعني الا غير سي جارن 5 سنين الا في القسم الوطني الاول الا محافظ على الصنف الا اسمه يعني الحمد لله هنيني الحمد لله نايض لدرجته وهذا بفضل عمل الرابطه ومجهودات خاصه رئيس الرابطه أمعر خصيص اللي يتبلغهم السلام السيد لوبيري نور الدين ما كنسلم غير في مناسبه الطاقم الرحمن سلم سيواتنا لوبيري نور الدين ربي يحفظ ان شاء الله بالاضافه الى الطاقم الرابطه بالحكام غيرنا حكام فيدراليين شاركن ولا اداره نهائيات كاس الجمهوريه شاركنا في تحكيم الالعاب العربيه الالعاب بحر الابيض المتوسط صبرت نتغردي اسم الحمد لله الطاقه لا تخدم اللي تبين د المشاركه لانت حتى ماشي قر المنخرطين لا في تزايد موسم بعد موسم في تزايد ربي يحفظ ممكن يا محمد سبق دعني وك محمد يود اكاديميتنا مدرسه الواحات للمواهب الصغرى مع يوتنا صالح سبعي لكن نسلم غف سوا المناسبات اللي يجو مدرسه يكون نمزان تشورت نودار يعني لا غير مدارس الا تكون انت او نمزان الفولين كره الطائره ماشي الا كان غنصودا والثقافه نسنطروا غدرزم تطاول نزول البال تشورت نودار يعني مسح غدا في المدارس الكرويه تاثر تنسمزي الى نستر فخسانا ونودا نون الرياض يبها الحق لانت مدارس في الكره الطائره بالعكس مفروض على كل نادي يتكون مدرسه في الكره الطائره مدرسه نقصد بينها صنف دابزان اسمها السن دابزالوجي مختص اسمها غير الاصناف الكبرى بصح لازم غير سادي عاد ديس الاصناف الصغرى مدارس لان نشني غير الفولي كره الطائره مواليد 2013-2014 في 10 سنين مراودة بدون سنين 10 سنين دودون اسمه أوني أخدم مع سن بسي صعب بصح إلا طريقة نتعامل مع سن طريقة الألعاب أنت جايس المهرجات في الكرة الطائرة تران 4-4 برك خاطي 6-6 نزالك الملاعب تيم الزانين تيم الزانين طول العرض الشبك تتوطى الكرة تخفيف بهادو الفن تعاد شغل هاد العرس تاع المهرجان تسند كاع الانديه تملاق عنديني القاعه تقتن جديس 4-5 الملاعب تملاقان شرايبها اسم هاد العرس نتن الرابط تلا كل سكوس تجا على الاقل 6 المهرجانات يوم بورغسو انت الاشكال بالنسبه للكره الطائره المدارس ديال كره القدم انه كره القدم تلا الملاعب في كل مكان في كل حي الناس في ملعب الصطاد والحمد لله ما ردوا تلا تقوم تجاسن الغازون تلا ماتيكو اي اللي ماتيكو غازون اسم لا مي تكون المدرسه مدنا داسن ادرك من بصح نشنين غير نقاعات محسوبات بعد انت اسم غير طروان الحي اللي لا نستفاد ناس الكره الطائره تزدا توفر النقل مكلف في ماروس الاحياء تغردت زعلك يا غرماون كاع زعلكن يسمى ندود الاشكال الفرق جار كره القدم د كره الطائره ايوا عبد الرحمن سن نشاطاتهم ديما نقيم دي النشاطات اللي تسجمت الزغات تسجمت دوره دوليه كره شاطئيه تسجمت على الرمال اجدي تما ديك دي طبعت فيتشارد تما ديك تما تجويم يغلبنا الطبعات تسقاسو ممكن ان شاء الله تسجم طبعت فيد اوكز ممكن راه تحكي تصاوم تجربه يتسجم الكره الشاطئيه ماشي تسمى رياضيا انت تسجع على الرمال الا انت غير دايتنا غير مزاب دي سي جديد يغزر يعني يجديني يغزر ويجي يجديني يغزر ويجي يجديني يغزر قاعد يجديني الهدف تاع جديد هما تسمى ناس الشاطئيه نشقر
اسم العلمي للرياضه وتنجم تبدلت الاتحاد الدولي تسمى الشاطئيه لازم تبعد تبعد يا رب يعني تلاقي الله في البحر غير المهم جديد شاطئ جديد تسمى تمني شاطئ الرمال قد الرمال الذهبيه الحق او تظاهرته ماشي تقريبا تشلت في ثلاثه في تشارد الفكره انتهى الحقس الاتحاديه توطن اتحاديه الامارات تشجع الرياضه وهامي اولا رياضه اولمبيه وسيدي يربح اديال البوديوم ديالي لا ميداي الى الجزائريه دي شرف الجزائري فيتسنت تزهلي الممارسه تقريبا تمنس رياضه فرديه بجي جمعيه عامي دي السن دي السن سن تزهل لي اسمها الامارات تشجعت سيرتو المناطق يعني بعد زدي غلاش دي الفوليس تستابات تكون الفرق يصعب صح سن سن تبدا تجد منافسه جار بورغس جار يزعلك تكون النشاط يمارو رابط نتغرديت تتبنى الفكرة تيجورديس تبدا دورات وطنية توج تقريب طبعتين شهرت كيف كيف ومن بعد فكرنها من تجي دورة دولية ولما لا الإمكانيات لا اللي زوطي لا الحمد لله الدعم البشري خاصة إلا المادي وان كان دروس وصح انني الحمد لله الجور تنضم طبعا التمزور تماس نتغرديت ساحة اول ماي 2017 طبعا تفايت سنة 2018 كيف كيف من بعد توزد كورونا تبد الحمد لله سي شمرة في نغربي البلاد عاود تدول دزغات نتجيت توجه سبسب نبطل البلاصة توجه سبسب الحق دخ يعجبني مد الحال وان كان سبسب المشكل بسيتو غن التنقل تنقلنا ليبرجمون تاع غرديت وان كان تيجور هي هي اللي تنجح ان شاء الله سوق سوق انا توجد الطبعه تجديد ربي يوفق ربي يسهل ان شاء الله اولاد السلطه تنسهل بالسي الامور الاداريه الموافقه كيما تسمى دوليات لديس سمعة الجزائر الأمور لجي سهلا جانب أمني جايب تقني جايب الماتريال لوجيستيكي سمعة الجزائر نشني كان نسعى بدورتوت نسيت في رزنامة الاتحاد الدولي وهذا لجي يسهل لازماش معايير لازماش يعني طاقة إن شاء الله بسسعاون المسؤولين نتغرديت ان شاء الله نسجل ان شاء الله من سقاسو ان شاء الله طبعت نسقاسو نصدق ديباين لا نورمو اتبونور جارت بونور دلقرا اتبونور الرومبوا ديني مانين رومبوا على بلاصيت ماني لا تجان المعارض بات كتب البلاصني تسمى ديما نتخير مشان تعديس الغاشي يقضى عادي سيدي رقب خاطر انتهى رياضة تستقطب الجماهير اي انقم ديما دي مهرجانات الدورات اللي تسجل مد ناس الدوره تاع كام جارود الدوره الوطنيه للمنتخبات الولائيه اصغر يتوجد من القراره يتوجد يقرا غير من يقرا تديزيك الدوره الوطنيه للمنتخبات الولائيه نرقبي بالزانن ماشي نرقب تيسشاني شاركت سيسي غير بنا الولايات ممكن ايوا عبد الرحمن ديك التحدي شتوي ان تحكي بالسيزون الدوره تيتسجل فيني شاركن اهم يبسيون يتفرنسا الدوره بالنسبة لدورته لوجي التمزورت على كل حال تقبل دورات ودورات آخر دورة في 2010 توج لصال بونورا سيدي عباس آخر دورة مارو الفكرة الحق تسد أنه المنتخبات إني نشارك الصيف ده قسنطينة موالفين تجان أو مبارته جاء رسم ديني تجان ستيف قسنطينة دميلة المنطقة نين الشرق فكرنا همو نتعيدنكم ديزان فيتي إلى الرابط نتغرضي تنشارك معاسن الحق الرئيس مش قرر ليش غسل مشاريع الناس نخويا الناس ورا ما كانش مشكل جيني مارود البرنامج أنه الدور تمزور تكون ستيف فيت سنة تغرضي فيت ثلاثة باتنا فيت ربعة قسنطينة دور تمزور تلتيجور ستيف بحكم التغيط بمناسبة العطلة الشتوية كنت سنم ليبرجمون أوكيبي إن شاء الله توجه في فري تسمى الدور تمزور تسد التغرديت الكم هائل الله يبارك ثلاث منتخبات يعني على الأقل 80
مشارك بلا المنتخب المغربي تما تقريب 100، والنوفيه مشان يتسع للايواء الا مخيم الشباب غرب القراره. الحمد لله الصرح هذا جديد مكتسب مكسب اللي تم دين تيتغردات بصراحه فمني التخير غير من القراره من جوديس عين الدورت ماشي شنا يوكبوا نورا يبزان اثنين تعاد البدرتي ويز على كتوج الاصغر ممكن شغل شراء دي عاد البروفيسيونال ماشي شنا ايوا عبد الرحمن بالتجربتي توفي معي بزان اهل الكره الطائره قد قد انت الاوبجيكتيف ديال الهدف ساون دورتو بها أدسن المدربين الوطنيين أدرقبن خاطر ما كيم تسنم سطيف تقسمتين هذا الجيتني ثلاث قريب من أعرق الأندية وأعرق الكرة الطائرة من لاعبين من طراز عالي يعني ونتقلل كم اللي بجاية تلمسان لان بعض المناطق اسمها القطب الجيتني ومني جينا ندورتو يعني أتشجعن أتساعدن المنتخبات الوطنية في الانتقاء والهدف من الدوره هو الانتقاء والتوجيه ومني بتترك انت النظام من الدوره لوجي تنافسي ونجيو سيدي يربح نجيو ضرار ثلاثه الاشواط تربح حد سن تربح ثلاثه تربح حد ولي تامبي خاطي دي سامزورت فيت المهم بورسني وسند قاعد شاركن قاعد ضرار في نظام الدوره لازم ضرار الا المدربين الا نرقبن وسيد سن كره الطائره المعيار الاول نتا طول القامه وبعد ديس المعيار التقنيين ودي بزان تقنيين هاد المدن اسنسل من نادات من الاطار البسيط هاد المدن وكيم تلقوا التصاور الله يبارك خاصه من منتخب سطيف قامت تقريبا كبر الله يبارك حتى تقنيين الله يبارك الا نغلب نبهر الناس المستوى الاداء اسما شينا نربح وغلب نيتشرا تقريبا منتخب وطني واجد احتكاك بين منتخبات ولائيه من عده ولايات بورصه درقبن بورصه داس التغردات نشينا نزوال سطيف نزوال باتنا نزوال قسنطينه اسمها سياحه رياضه انتقاء وغلبنا انا كندي مع عبد الرحمن دي الانتقاء خصو ممكن المشاهد شي بتستوشو الكره الطائره يغزر مزابنا بتد الوجوه ممكن يتشرف انت الكره الطائره لولايه تغردات اش سؤال النقطه بصح ممكن هاد التير حد ما اين الا اني سيدو تيغنشي يعني ماشي نيغامسي 2005 غليمارو الا لان سلاعبين دوليين قد عنا اسمها لون تغرديت لمدن تغرديت زوان المنتخبات الوطنيه اللاعب الاول انت باي احمد خرناش جمال إلا من مواليد 2008 وني اللي يشارك مع المنتخب الوطني في بطولات دولية وني كيف اختيرا من الدورات الوطنية بين المنتخبات استغردايت يتوغداش درار يخيرت المدرب يويت كونت دون من أحسن اللاعبين الوطنيين الحق صارت الإصابة يبد داب الزانوسي لكن له يعني مشاركة عديدة وني دام زوار اللاعب فايت سن لليمارو اطرار حواش حسين وان كان تجربته مع المنتخب الوطني بسي طاب الزنط ولي جورو غلب كيما تسلم لا جينيراسيون تتزاد لا جينيراسيون حديث كحال حد ماشي حديث كحال حد ولكن ليمارو الاطرار في القسم الوطني الممتاز مع فريق عين مليله يعني ثاني وني دخل مستشار في الرياضه مدرب هما مطوني حواش حسين لزميل في العمل الا يعني اللي مار ولا يتشي الكره الطائره كلاعب وكمدرب بلا ما انت المدرب القادر السيد سعيد نجار او سنين اللاعبين بالمناسبه جمال خرناش وني صغر من القراره حسين حواش صغر من تغردايت مدرب سن اي سنين سعيد نجار اي ما شاء الله قرن فوس مبروك هذه السرسفوس سوق الجوار شيني وني الفول هذه لاقي الفول يصربي هذه لاقي الفول يعني خبره الله يبارك ونيتو مدرب مساعد للمنتخب الاشبال سنوات 2013 الى 2017 وقيله منتخب الوطني الاشبال الوطني الاشبال يود معاس البطوله العربيه المركز الاول ضد فريق المغرب امس المغرب المرتبه الاولى
يعني ريمارو الى مدرب الى روتريت يتبع البعيد يترافق وان كان غادي نجم خاطر التدريب ليش لاش لاش غرس العمر اكسبيريونس نتاعك بالاضافه ماشي مني نطرو حكام وطنيين الحمد لله اعضاء في الاتحاديه الوطنيه مثل الرئيس السابق للرابط الشيخ كيوس عضو في الاتحاديه بفضل المجهودات والعمل الجبار يعني يخدم الرابط ضد الانشطه سيزوا الاتحاديه في سنوات 2010-2004 يعني قاعدين انه ولا نعاون السيس نتعاون السيس الكره الطائره خدمه الكره الطائره الوطنيه ربي يحفظ الشيء تنمر تمقرنت وعبد الرحمن بسن تنمر تمقاتي وك محمد باش معي ممكن دقيق يتبرك وشنغ المستقبل الفولي اغلى ان شاء الله الولايه تنتغرديت باش كي ترقب الثلاثات باختصار ان شاء الله نجي نتمنى هذه يكون من تطور لتطور شرايق ندوسغ ادبابا الحقيقة كرة القدم تيوي بورغست بصح أسنين سنيني قبل لي بورغس لوجيك قاعد نشحن كرة القدم بدأت تقصد من ميتشادي نجح الرياضة خيرس الرياضة التي تناسب أطلق أطلق سواد الفولي سواد الباسكت الهوند كاراتي الجيدو على حسب يعني يغسل ميونس القدرات البدنية إلا نغرس أتي وجه لن مستشارين لن مدربين أدرافقنا ونبورغسو تعيدين نرقب نغي كرة القدم كرة القدم ومن بعد أطفلي ولي جورسيس بعيد أنتو يبقى صحة ربا شحفظ لاش نجاولا مدرق محمد ربا شحفظ أيوة بونورا ربا شحفظ أيوة عبد الرحمن مسني تلي بعضو الرابطة الولائية الكرة الطائرة دي الولايات نتغرديت شيني ربا شحفظ نوردان غسو دي البلاتو أن مرحبا مني بيتات فيسا ونوداري لأن نغاش لش إعلاميا ممكن إن شاء الله أنا دي عادي مارون ترافق إن شاء الله إعلاميا غلط سات إما شغر نغوجوه رياضية شني ربا شحفظ على المسمس ممكن نساغم نهداي نغادي وشيك إن تفضل شنت الكاميرات تاتا كنا سوفونير دابزاني شوي مي الفريق مرحبا فريق مرحبا ربا شحفظ يعطيك صحة رباش يحفظ رباش يسلم ان شاء الله ايوه بارك الله فيك رباش يحفظ ان شاء الله تتم الفولي كل ما تقدر رباش يحفظ تنمر تم قرانتي وتنا عبد الرحمن مسني قنسد باون الرابط من ولايه نتغرديت الفولي نكور الطائره تنمرتي وك محمد ابو اسماعيل اي بهاي لك انا غنرقب ودمونا ني نو مدس الخير من لاقيد ومس الخير من فريق تنمرتي وتنا الياس بوسنان اجبنا وتقيميتي وتنا محمد حداد يمسوف فقد سكريبت سيد علي وعبد الله تنمر تم قرانت عقبه لي سبي غدا سبتيخ يوشام قران داوجنا هنا دلما تنميرين ألا ونجرو إدو من خير تنمير باشا